بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط المتميزين، درسنا لهذا اليوم وهو الدرس الثاني من دروس الفصل الخامس اللي هو عناصر الزمرة الرابعة. وبعد ما تعرفنا على عناصر الزمرة الرابعة اللي هي الكربون والسيليكون والجرمانيوم والرصاص والقصدير، وبعد ما اخذنا الجنرال كاركترستكس او جنرال بروبرتيز اوف ذيس اليمنتس، بعد ما اخذنا الخواص العامه لعناصر الزمره الرابعه، هسه اليوم راح موضوعنا يكون اللي هو الاوكيرنس ان نيتشر، اللي هو وجود السيليكون في الطبيعه، وجود السيليكون في الطبيعه. طبعا المعروف انه سيليكون is the most abundant in the earth crust after oxygen، يعني انه السيليكون في الطبيعه يوجد بعد، يعني يكون اكثر العناصر انتشارا في الايرث كراست، ايرث كراست اللي هي القشره الارضيه، القشره الارضيه بعد الاكسجين. اذا السيليكون از ذا موست اباندنت، يعني يكون اكثر انتشارا، اكثر العناصر انتشارا. بعد الاكسجين في القشره الارضيه اللي هو السيليكون. سيليكون does not occur as pure free element in nature. السيليكون لا يوجد كعنصر حر في الطبيعة، السيليكون ما يتواجد كعنصر بوحده، عنصر حر في الطبيعة. It is most widely distributed in rock as silicon dioxide SiO2، وإنما السيليكون يتواجد في الطبيعة على هيئة صخور، على هيئة صخور بشكل سيليكون دايوكسيد. إذا وجود السيليكون في الطبيعة وفي الصخور تحديدا على هيئة اللي هو ثنائي أكسيد السيليكون، السيليكون دايوكسيد روك صخر، إذا وجود السيليكون في الطبيعة ديستريبيوتد على هيئة شنو؟ على هيئة، إذا وجوده على هيئة صخور بشكل سيليكون دايوكسيد اللي هو ثنائي أكسيد السيليكون على شكل it is in the form، يكون بشكل quartz and sun، يكون على شكل الكوارتز أو على شكل رمل. إذا سيليكون اللي هو does not occur as pure free elements in nature، ما يتواجد على شكل عنصر حر في الطبيعة، وإنما يتواجد على شكل صخور بهيئة سيليكون دايوكسيد اللي هو SiO2 وبشكل ايضا الكوارتز والرمل. ملاحظه، السيليكون هاز تو مين فورمز، للسيليكون صورتان، للسيليكون صورتان، هما عندنا نوعان، السيليكون هاز تو تايبس السيليكون يمتلك نوعاً، أو there are two types of silicon، يوجد نوعان من السيليكون. The first form of silicon اللي هو الشكل الأول من السيليكون اللي هو crystallized of dark brown color، الشكل الأول اللي هو crystallized silicon اللي هو السيليكون المتبلور، والسيليكون المتبلور of dark brown color يكون مسحوقه على شكل بني غامق، ذا لون بني غامق اللي هو dark brown اللي هو يكون لون مسحوق اللي هو crystallized silicon أو السيليكون المتبلور، مسحوقه يكون على شكل dark brown color ذو لون بني غامق اللي هو الدارك براون.
الصورة الثانية second form is non-crystallized of dark gray color. أما النوع الثاني وهو السيليكون غير متبلور حيث يكون مسحوقه على شكل أو ذا لون رصاصي غامق، يكون مسحوقه ذو لون رصاصي غامق، بينما المتبلور يكون مسحوقه ذو لون بني غامق. يعني إذا يجي سؤال what is the difference between a crystallized silicon and non-crystallized، ما الفرق ما بين السيليكون المتبلور وغير المتبلور؟ راح نلاحظ أنه بالنسبة للمتبلور يكون لون مسحوقه of dark brown color، بينما بالنسبة لغير المتبلور يكون dark gray color، يكون لون مسحوق المتبلور ذو لون بني غامق، بينما غير المتبلور يكون مسحوقه على شكل أو على لون رصاصي غامق. كملاحظة note the crystallized form is less active than the non-crystallized one. يكون دائما السيليكون المتبلور أقل فعالية من غير المتبلور، يكون أقل فعالية less active، أقل فعالية من من؟ من السيليكون غير المتبلور. إذن هاي كنقطة ثانية بالنسبة لي السيليكون المتبلور راح يكون عندنا اللي هو dark brown color، بينما الغير المتبلور يكون عندنا dark gray color، يكون عندنا ذو مسحوق ذو لون رصاصي وذاك ذو لون بني غامق. بعد دائما يكون عندنا ذا crystallized form اللي هو الشكل المتبلور أو الصورة المتبلورة is less active than the non-crystallized، يكون أقل فعالية من من؟ من السيليكون غير المتبلور. طبعا both forms have a formula similar to diamonds، كلا الصورتين لهما نفس الصيغة، كلا الصورتين يعني سواء كان سيليكون متبلور أو غير متبلور هو أسهل، اثنيناتهم يمتلكون نفس الصيغة، يمتلكون نفس الصيغة. هذا فيما يتعلق بوجود السيليكون في الطبيعة وصور السيليكون اللي هو الكريستلايز سيليكون أند كريستلايز سيليكون اللي هو السيليكون المتبلور والسيليكون غير المتبلور. بعد هذا راح ناخذ موضوع اللي هو the preparation in laboratory اللي هو تحضير السيليكون في المختبر. عندنا طريقتين لتحضير السيليكون اللي هو the preparation in laboratory وال preparation in industry اللي هو عندنا تحضير السيليكون مختبريا وتحضير السيليكون صناعيا. طبعا يكون عندنا من ناخذ تحضير السيليكون مختبريا راح نشوف شلون نحضر السيليكون المتبلور في المختبر وشلون نحضر السيليكون غير المتبلور في المختبر. لذلك السؤال الاول اللي هو how non crystallized silicon is prepared in the laboratory اللي هو كيف يحضر السيليكون غير المتبلور مختبريا، كيف يحضر السيليكون غير المتبلور مختبريا. Non-crystallized silicon can be produced by heating potassium element in silicon tetrafluoride SiF4 according to the following equation. السيليكون غير المتبلور يحضر أو ينتج من التسخين الشديد by heating potassium، by heating من تسخين البوتاسيوم أو عنصر البوتاسيوم في سيليكون تيترافلورايد اللي هو رباع فلوريد السيليكون according to the following equation، طبقا للمعادلة التالية. طبعا أنا راح أمسح الموازنة ونعيد الموازنة حتى الطالب يفهم كيفية حصول الموازنة.
هذا فيما يتعلق بالسيليكون تترا فلورايد، سيليكون تترا فلورايد اللي هو رباعي فلوريد السيليكون، سيليكون تترا فلورايد بلس بوتاسيوم بروديوس اور جيب سيليكون ان بوتاسيوم فلورايد اللي هو فلوريد ان بوتاسيوم. طبعا للموازنه عندنا السيليكون ذره سيليكون واحده، ذره سيليكون واحده. ال عدد ذرات الفلور اف، عندنا اربع ذرات فلور وعندنا هنا ذره فلور واحده، اذا نضرب المركب في اربعه. البوتاسيوم عندنا ذره بوتاسيوم واحده وهنا أنا واحد في اربعه اربعه، اذا لازم نضرب هذا في اثنين. اعزائي طلبه الصف الثالث، انا سبق وان نوهت لكم وذكرتكم بمساله مهمه جدا، انه دائما من تكتب المعادلات الكيميائيه لازم تذكر اسم كل مركب تحت المعادله، فلازم تكتب هنا السيليكون تترا فلورايد جوا هذا، وجوا هذا البوتاسيوم، وجوا هذا السيليكون، وجوا هذا البوتاسيوم فلورايد، هذا هو بوتاسيوم فلورايد اللي هو فلوريد البوتاسيوم، وهذا هو الرمز اشاره الى التسخين بمعنى انه يحضر. اذا هسه النان كريستلايز سيليكون كان بي produced يعني يمكن ان ينتج او يحضر باي هيتنج بوتاسيوم، بتسخين عنصر البوتاسيوم، البوتاسيوم ايلمنت ان سيليكون تترا فلورايد في جو من رباعي اس فلوريد السيليكون في جو من رباع فلوريد السيليكون كما تلاحظون بالمعادله، انه السيليكون تحرر عندنا هنا والفلور اللي هو عدد تاكسد اوكسيديشن نمبر فور ذا فلور هو ماينس 1 بينما البوتاسيوم اللي هو موجب 1. الفلور ان شاء الله هذا يصنف ضمن عناصر الزون السبعه اللي هي الهالوجينات، اما البوتاسيوم كما تعلمون اخذناه بعناصر الزمره الاولى المتكونه من البوتاسيوم والصوديوم والرابيديوم والليثيوم والسيزيوم والفرانسيوم، وبينا في وقت عناصر الزمره الاولى انه the outer shell for the first group contains one electron in the outer shell، اذا تعتمد على الكترون واحد في الغلاف الخارجي. إذا الطريقة الأولى أنه كيف يحضر السيليكون غير متبلور مختبريا، وقلنا اللي هو النان كريستلايز سيليكون كان بي برودوس باي هيتنج بوتاسيوم إيلمنت السيليكون تترا فلورايد اس اي اب فور كوندكت فولوينج اكوشن طبقا للمعادلة الكيميائية التالية. السؤال الثاني اللي راح يطرح اللي هو هاو كريستلايز سيليكون از prepared in the laboratory، كيف يحضر السيليكون المتبلور مختبريا؟ كيف يحضر السيليكون المتبلور مختبريا؟ الجواب انه the crystallized silicon can be obtained باي ميلتنج، اذا يمكن الحصول على السيليكون المتبلور باي ميلتنج ذا الومنيوم باذابه الالومنيوم ان ذين كولينج ذا سوليوشن، اذا يمكن تحضير السيليكون المتبلور او يمكن الحصول على السيليكون المتبلور باذابه الالومنيوم then cooling the solution وبعد تبريد المحلول finally بالنهايه سيليكون كريستالز اللي هو بلورات السيليكون can be separated تنفصل from the solution، اذا separated تنفصل cooling تبريد كريستالز اللي هو بلورات كريستالز اللي هو بلورات، اذا راح نلاحظ انه كريستالايز سيليكون كان بي اوبتيد باي ميلتينج ذا الومنيوم ان
then cooling the solution, finally silicon crystals can be separated from the solution. إذا يحضر السيليكون المتبلور مختبريا أو يمكن الحصول عليه بإذابة الألمنيوم by melting in aluminium بالإذابة في الألمنيوم أو نصها الألمنيوم ومن ثم تبريد المحلول وبالنتيجة سوف نحصل على بلورات من أو تنفصل بلورات من السيليكون تنفصل بلورات من السيليكون من المحلول. الطريقة الأخرى اللي هو الاندستري بريبريشن اللي هو تحضير تحضير السيليكون صناعيا. وطبعا السؤال اللي راح يذكر هنا how silicon is prepared industrially كيف يحضر السيليكون صناعيا كيف يحضر How silicon is it prepared or prepared? كيف يحضر السيليكون industrially صناعي؟ الجواب السيليكون اللي هو الأسئلة can be prepared industrially إنه يحضر السيليكون صناعيا by reducing silica باختزال السيليكا. طبعا نعني بالسيليكا اللي هو السيليكون دايوكسيد اللي هو ثنائي اكسيد السيليكون اللي هو السيليكا باختزال السيليكا باستخدام درجات الحراره العاليه باي هاي تمبرتشر اند كربون اور ماغنيسيوم از ريدوسينج اليمنت از ان ذا فولوينج اليمنت استخدام الكربون او المغنيسيوم كعامل مختزل reducing element عنصر أو عامل مختزل كما في المعادلة التالية وراح نمسح الموازنة أيضا للتوضيح هذا هو السيليكا اللي هو السيليكون دايوكسيد ثنائي أكسيد السيليكون طبعا هنا راح يكون الكربون از ريدوسينج اليمنت ويمكن استخدام محل الكربون المغنيسيوم ايضا فالاس اي 1 اس اي 1 عندنا الاو 2 وعندنا الاو نانو 1 فنضرب هذا في 2 فبالنتيجه النهائيه ال 2CO اصبح عندنا الكربون هنا 2 وهنا 1 ولازم نضرب هذا في 2 ايضا وهذا هو الكربون وهذا هو غاز احادي اكسيد الكربون وهذا هو السيليكون يمكن استخدام ايضا محل الكربون ماغنيسيوم از ريدوسينج اليمنت كما فتصبح المعادله SiO2 زائدا المغنيسيوم باي هيتينج بالتسخين فراح نحصل على ال MgO اللي هو اكسيد المغنيسيوم زائدا السيليكون للموازنه فراح نضرب هذا في 2 والمغنيسيوم اصبح 2 نضرب هذا في 2 اذا هاي المعادله اللي مذكوره بالكتاب هاي المعادله ما مذكوره بالكتاب فهو بس بالجواب قايل انه سيليكون كان بي بريبيرد اندستريال باي يوزينج سيليكا يوزينج هاي تمبرتشر اند كربون اور ماغنيسيوم از ريدوسينج اليمنت يقول تقدر تستخدم الكربون او المغنيسيوم كعوامل مختزله اذا استخدمت الكربون فراح تكون المعادله هاي اذا استخدمت المغنيسيوم فتكون المعادله هاي اذا راح تستخدم المغنيسيوم فالكربون فراح ينتج لنا غاز احادي اكسيد الكربون اللي هو البويزن غاز او غاز سام ويتحرر عندنا السيليكون واذا راح نستخدم المغنيسيوم فراح يتكون عندنا المغنيسيوم اوكسايد اللي هو اكسيد المغنيسيوم وتعرفون انتم المغنيسيوم يصنف ضمن عناصر الزمره الثانيه. الى هنا اعزائي طلبه الصف الثالث المتوسط
نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، آمنين من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للدرس القادم إن شاء الله.